بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في حكم الشيخ ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه، بشرح الشيخ البوطي، وقد وصلنا فيه إلى الحكمة 73، والتي يقول فيها الشيخ: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك، خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. سبق أن علمت في مناسبات كثيرة مرت أن كل ما قد يطلبه الله من عباده من خلال الشرائع والأحكام التي يخاطبهم بها، مرده إلى تحقيق ما فيه خيرهم وسعادتهم في عاجل أمرهم وآجله. فما يكلف الله عباده آمرا أو ناهيا بشيء إلا وفي ذلك التكليف خير له، فإما أن يكون مرد ذلك الخير إلى الأفراد ومصالحهم الشخصية، وإما أن يكون مرده إلى الهيئة الاجتماعية، وما ينبغي أن تكون عليه علاقات الناس بعضهم مع بعض. يعني أن تشريع الله تشريع حكيم، إما في مصلحة الفرد وإما في مصلحة الجماعة، في كل أمر أو نهي، لأنه القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما أجمل ما يقرره العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه، وهو سلطان العلماء، في صدر كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، كتاب كامل للعز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قائلا: الشريعة كلها مصالح، إما أن تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. فإذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر. ما دام نادى يبقى لابد من إيه؟ أن تصغى الأذن إلى هذا النداء، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أو جمعا بين الحث والزجر. وحسبك دليلا على هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأساس ذلك أن الإنسان لما لم يكن يتسع علمه وإدراكه للغيب الذي هو مقبل عليه،
فقد كان عاجزا عن رسم منهاج سلوكي يحمي مصالحه من الآفات والتوقعات المحتملة. إنه كثيرا ما يعتمد على توقعاته الفكرية وهواجسه النفسية، فيجتهد في رسم ما يصلح شأنه، ولكنه معرض دائما للإصابة والخطأ، لأن الإنسان طبعا لا يدرك الغيب، كما قال إخوة سيدنا يوسف لما قالوا إيه: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. لا، هناك قالوا إيه: وما كنا للغيب حافظين. أنا أقصد الآية دي: وما كنا للغيب حافظين، هي قبل الآية دي، يعني أننا لا نستطيع حفظ المستقبل الذي نحن قادمون عليه. وما كنا للغيب حافظين، يعني لا نعلم ما يقع لنا في المستقبل حتى نحذره. فالإنسان طبعا يعجز عن أن يشرع لنفسه لأنه لا يعلم الغيب، إنما الذي يعلم الغيب هو الخالق الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فالذي خلق هو الذي يشرع وهو الذي يدبر، لأنه يعلم الخير ويعلم الشر سبحانه وتعالى. فحينما يشرع سبحانه وتعالى يراعي مصلحة الإنسان والناس أجمعين. ولذلك قال عن القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما الإنسان يعني بيبني فكره على التوقعات، يتوقع، لكن الله يتكلم عن الحقائق. أما أنت تتوقع، لا تستطيع الجزم بما سيكون، لا يمكن طبعا، لا يمكن. فهو يجتهد، تارة يخطئ وتارة يصيب. ولذلك لو نظرت في تاريخ القانون تلاقي يقول لك ايه: وعدل القانون سنة كذا وكذا إلى كذا وكذا، حذف منه مادة كذا وجيء بمادة كذا، وعدلت المادة إلى كذا وكذا. لكن في تشريعات الله سبحانه وتعالى لا تغيير ولا تبديل، لأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. ثم إنه بقطع النظر عما يأتي به المستقبل مما يجهله الإنسان، لا يكاد أحد من الناس يدرك فرق ما بين المصالح التي تسعد الأسرة الإنسانية والمفاسد التي تشكيها، عندما يعتمد في ذلك على تجاربه ومدركاته الشخصية. والدليل على ذلك أن علماء الفلسفة والاجتماع والأخلاق بذلوا جهودا شاقة منذ أقدم العصور إلى اليوم بحثا عن ميزان يكتشفونه ويجمعون عليه لاعتماده في التفريق بين المصالح والمفاسد. اجتهاد بشري يريد أن يجتهد كي يفرق بين المصالح والمفاسد أو المسعدات والمشكيات، فلم يصلوا من جهودهم تلك إلى أي قرار. هم إيه؟ علماء الفلسفة والاجتماع والأخلاق.
إنما الشيء الذي اجتمعوا واتفقوا عليه بدءا من أقدمهم اهتماما بهذا الأمر وهو الفيلسوف اليوناني أبيقور، هو من 230 سنة قبل الميلاد إلى أحدث العلماء المعاصرين المهتمين بالأمر ذاته من أمثال بنتام وهوبز وستورات ميل، هو أن المجتمع الإنساني دول الفلاسفة دول لا يمكن أن يلتقي في عصر ما على تحديد المصالح الإنسانية والتمييز الدقيق بينها وبين المفاسد التي ينبغي أن يتجنبها. يعني المجتمع البشري لا يمكن أن يجتمع في أي عصر من العصور على المصالح التي تنفع المجتمع، ويميز بين دقيق المفاسد ودقيق المصالح، لا يمكن. من أقدم الفلاسفة إلى أحدثه، يعني أكثر من 2000 سنة، ومع ذلك طبعا لم يصلوا إلى إلى ميزان دقيق يفرق بين المصالح والمفاسد. ذلك لأنه لن يكون بصيرا بما سيأتي به المستقبل، وما كنا للغيب حافظين، وبما قد يفاجأ به الإنسان في تلافيف الغيب المجهول. هذا إلى جانب الأعراف والعادات المختلفة التي كانت ولا تزال تتحكم بحياة المجتمع، المجتمعات الإنسانية كلها. بعدين يقول الشيخ البوطي: أقول وثمة سبب آخر هو من الأهمية بمكان. يعني السبب الأول أن التشريعات البشرية أو القوانين البشرية دائما مضطربة وفيها اختلاف كثير لا تكاد تجمع على شيء، لا في المصالح ولا في المفاسد. وده مصداق الآية: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السبب الثاني ألا وهو أن الإنسان عندما يستقل بالنظر في مصالحه اعتمادا على تجاربه ومعلوماته الذاتية، فإن المعيار الزماني الذي يقيس به المصالح والمفاسد له أو لبني جنسه إنما هو معيار ضيق محدود بعمر الدنيا وحدها، إذ إنه وقد انطلق إلى هذه الدراسة من معلوماته الشخصية وتجاربه ومدركاته الذاتية لا يبصر من وراء حدود الدنيا امتدادا لمزيد من الحياة أو انتقالا إلى حياة أخرى. يعني نظرة الإنسان ضيقة في حدود الدنيا، أما ما بعد الدنيا فلا يستطيع أن ينفذ إليه. بحيث يرى لنفسه أو لبني جنسه هناك آمالا يتخذ مما بينه وبينها وسائل لتحقيقها. ولكن الله الذي فطر الإنسان على ما فطره عليه من احتياجات تصلح شأنه، وأقامه في دنيا مليئة بالآفات التي تفسد شأنه وتعكر صفو سعادته، وأقامه من الزمن الذي خلقه فيه على منهاج رحلة ذات ثلاثة مقاطع: مقطع
هذه الحياة الدنيا التي تنتهي بالموت، ومقطع الحياة البرزخية التي تنتهي بقيام الساعة، ومقطع اليوم الآخر الذي يسلم الإنسان إلى مستقره الأخير. ده عاد إيه؟ ده تشريع المولى سبحانه وتعالى بيتناول هذه المراحل والمقاطع كلها، أو كما يسميها الشيخ ابن القيم الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. دي الإنسان بيتقلب فيها، ولذلك العلماء يعرفوا الموت بأنه انتقال من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ. والبعث انتقال من الحياة البرزخية إلى الحياة الأخرى. مش المدة فناء، لا، ليس فناء. دي عقيدة الكافرين والمشركين، يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يعني إنكار للبعث والرجوع مرة أخرى إلى الله تعالى. أقول لا شك بأن هذا الإله الفاطر لكيان الإنسان، الواضع والمحدد لمنهاج رحلته، هو البصير بالمصالح التي تسعده فردا ومجتمعا، وبالمفاسد التي تشقيه أو تسيء إليه فردا ومجتمعا أيضا. هو البصير على مستوى رحلته الطويلة كلها، بدءا من وجوده في هذه الدنيا إلى وصوله لذلك المستقر الأخروي. يبقى إذن تشريع الله بيشمل الإنسان من بدايته إلى نهايته فردا وجماعة، في كل زمن وفي كل مكان وعلى جميع الأحوال. لكن القوانين البشرية لن تصل إلى ذلك إطلاقا مع امتداد كل الزمن. يقول لك نظرية، ثم ظهرت نظرية ألغت النظرية التي قبلها، وهكذا. يقول لك هذه نظرية عاطلة، نظرية ناقصة، لا، هناك نظرية أكمل منها وأحسن، ثم بعد زمن تأتي نظرية تلغي هذه النظرية التي ظن صاحبها أنها كاملة. يقال إنها عادت لا تصلح، وهكذا. وقد علمت أن الله غني عن عباده وأنهم هم الفقراء إليه، فليس في شيء مما يطلبه منهم ما قد يعود بنفع ما إليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الحديث القدسي في صحيح مسلم، حديث سيدنا أبي ذر الطويل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروا، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحان الله، تحد هو الخالق، هو الخالق يظهر الغنى، يظهر الغنى عنه حتى لا يقع في قلب أحد منا شيء قد يهلكه.
أعوذ بالله. ولذلك تلقاها مقررة في القرآن كثير، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وإنما مرد ما فيه من نفع إليهم، بل إنه عز وجل لم يطلب منهم فعل شيء أو الانتهاء عن شيء إلا لما في ذلك من خير لهم من حيث الفرد أو المجتمع. وربما خفي ذلك على الناس لقصور أفهامهم كما قلنا عن معرفة المستقبل، ولكن تلك هي الحقيقة. وصدق الله حيث قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانه وتعالى. فإذا تبينت هذه الحقيقة وتكامل يقينك بها، فإن أجمع دعاء يتضمن طلب كل ما يتوقف عليه صلاح أمرك في دنياك وآخرتك أن تسأل الله تعالى التوفيق للنهوض بكل ما طلبه منك. هذا معنى الحكمة فيها. خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك، خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. أن تقول: اللهم إني أسألك التوفيق للقيام بكل ما تطلبه مني، اللي هي الدعوة إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك شوف أنت مأمور بإيه؟ بترددها في كل ركعة، في كل ركعة. لو صليت 1000 ركعة في اليوم الطلب هو هو. ولذلك القرآن قال: ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فسميت المثاني لأنها تثنى في كل ركعة. المثاني 7 آيات ترددها في كل ركعة. فإنه إن استجاب دعاءك وفقك للنهوض بكل ما قد طلبه منك الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا قمت بما قد طلبه منك حق القيام ازدهرت ثمراته في حياتك أمنا وطمأنينة وعافية ورزقا وافرا وانشراحا في الصدر وسكينة في القلب. إذا استجاب الله دعاك بالتوفيق للهداية والنهوض بما طلبه منك، يضاف إلى هذا الذي يدل عليه كلام الشيخ ابن عطاء الله رحمه الله جانب آخر يمكن أن يشمله ويدل عليه أيضا، وهو أن المسلم الذي يوجه كل اهتمامه للنهوض بالتكاليف التي خاطبه الله بها
فينشغل بها عن النظر في شؤونه الشخصية وحاجاته الدنيوية، سيجد من لطف الله به ورعايته له ما لا يدخل في الحسبان. إنه وقد شغل نفسه عن النظر في شؤون دنياه وأهله بالانصراف إلى تنفيذ أوامر الله وأحكامه والعمل على بلوغ مرضاته، سيجد أن الله عز وجل قد أقام من ذاته العلي وكيلا عنه في رعاية مصالحه وتحقيق متطلباته. يعني إذا شغل الإنسان بمطالب الله منه وهو تنفيذ الأوامر، التوفيق لتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، شغل بها عن تدبير شؤونه هو من رزق وغيره، هيجد كفالة من الله، لأن هو القائم على كل نفس بما كسب كما قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا هو وعد الله الذي لا يتخلف، لأنه قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهو القائل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وعد، ووعده لا يتخلف سبحانه وتعالى، وعده إيه؟ لا يتخلف. واللي يشك فيه يكفر، سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله، قل صدق الله. أيوة، صدق الله العظيم. إننا نرى كثيرا ما نردد هذه الكلمة القدسية: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن مصداقها لا يتجلى في أي من الأحوال كما يتجلى في حال من ذهل عن دنياه بدينه وأهمل متطلباته في جنب متطلبات مولاه وربه، إذ أن الله أكرم من أن يهمل العبد في سبيل بلوغ مرضاته شيئا من أمور دنياه، ثم لا يكون الله أشد غيرة عليها منه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو أنك شغلت به عن سواه أعطاك ما تريد، أو أعطاك كل ما تريد. ولذلك في الحديث القدسي، وده مروي عند الترمذي وعند البخاري في التاريخ وعند البزار في المسند وعند البيهقي في شعب الإيمان، عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. دي الكفالة، دي الكفالة والوكالة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا الله،
كافينا الله ونعم هو الوكيل عنا. وكلمة الذكر طبعا معنى شامل يتسع لسائر الطاعات والقربات. من شغله القرآن وذكري، مش الذكر اللي هو يعني التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لا، الذكر معناه أوسع من هذا. ليه؟ لأنه يعني كما قال الحسن البصري مثلا، قال أفضل ذكر الله عندما حرم الله، يعني حينما يعرض شيء من المحرمات فتقول إنه حرام أنا لا أفعل هذا، هذا أفضل الذكر، هذا أفضل الذكر. وإلا فما في واحد مثلا يذكر ويستغفر ويسبح ويحمد ويهلل ويكبر، ولكن تراه إيه؟ يأكل الحرام، يغش، يخدع، يغتاب، ينم، يحقد، يحسد، وهكذا. طب ما الفائدة؟ لا بالعكس، هنا عندما يذكر الله تعالى عند هذه المحرمات هذا أفضل القرب، أفضل ما يتقرب به العبد، وهو اجتناب المحرمات. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب، وتعظيم الحرمات يكون بتعظيم من حرمه، بتعظيم من حرمه. ولذلك في حديث الصخرة التي تزحزحت تجد إنه الطاعة بر الوالدين مثلا، بر الوالدين طاعة. الرجل وقف بالغبوق، غبوق اللبن على رأس والديه حتى قام بأنفسهم، لم يوقظهم، لكن النوعين التانيين اجتناب حرام. خلي بالك، يعني تلتاي العمل في زحزحة الصخرة في اجتناب الحرمات، الثاني مرضيش يزني بابنة عمه وهي أحب الناس إليه وكانت من أحوج الناس إلى المال، شفت إزاي؟ فقام عنها خوفا من الله، شفت إزاي؟ والثاني او الثالث ما رضيش ياكل اجره الرجل خاف من الحرام، بل نمى الاجره وكثرها لغايه ما بقيت ايه، اصبحت شيئا كثيرا. لما جاء الرجل طالب يقول له خذ كل اللي عندك ده، اتهزأ به؟ قال له لا، خذ استاقوا كله مش من الإبل والبقر ومشي. شوف، إذن شوف اجتناب الحرام عند الله عظيم إزاي، هذا تعظيم للحرمات، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. لما اجتنب الزنا بابنة عمه، وده اجتنب الأكل الحرام الأجرة اللي تركها الرجل ومشي، شوف زحزحت الإيه الصخرة. خلي بالك، يعني ثلاثة أعمال: بر والدين، واجتناب زنا، واجتناب أكل مال حرام، يبقى تلتاي العمل في اجتناب الحرام اللي زحزح الصخرة عن مكانها. ازاي؟ يبقى التقوى، التقوى في اجتناب المحارم زحزحت الصخرة عن مكانها. نعم.
هذا ذكر، هذا ذكر لله. خلي بالك، زي ما قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فبر الوالدين ده من شعائر الله، يعني من معالم التقوى، من معالم التقوى عند ايه؟ العبد. وتعظيم الحرمات ايضا ده من ذكر الله تعالى، بل من افضل الذكر، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: افضل ذكر الله عندما حرم الله. وإذن كما قال الشيخ ابن عطاء الله: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك، اللي هو التوفيق للهداية، التوفيق للهداية سواء في الأوامر أو النواهي. لما تقول: اللهم إني أسألك التوفيق لما أنت طالبه مني، بس. أما أمر الرزق ده مفروغ منه، يعني ده زي ما تقول إيه، بيستوي فيه الكافر والمسلم، وده من دلائل هوان الدنيا إيه على الله. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء أو شربة ماء. المفروض طبعا الإنسان ما يحملش هم للرزق، وإنما يقبل على الله وهو المتكفل. شوف القرآن قال على لسان سيدنا نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كان سيدنا الحسن البصري واحد شكى له الجد فقال له: استغفر الله. واحد شكى له قلة الولد قال: استغفر الله. واحد شكى له الفقر وقلة المال قال: استغفر الله. الأسئلة متعددة والجواب واحد. ليه؟ وضع الآية نصب عينه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. السبب واحد، الاستغفار، الاستغفار. حتى المرض، حتى المريض عليه بالاستغفار، يقويه الله تعالى كما قال على لسان سيدنا هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويا قوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا. ثم إياك أن تتصور من هذا الذي يذكره ابن عطاء الله، وشرحت طرفا منه بهذه الأسطر، أنها دعوة إلى ترك الدعاء، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني واحد يقول: طيب الحديث: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين، يعني معناها لا دعاء؟ طبعا لا، لا.
لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أو أنها دعوة إلى إهمال شؤون الدنيا، شؤون الدنيا والإعراض عما للإنسان من مصالح المصالح فيها. فإنما يرمي إليه الشيخ ابن عطاء الله بمعزل عن كل من هذين التصورين، يعني مش معنى كلام الشيخ ابن عطاء الله ترك الدعاء أو ترك المصالح الدنيوية، لا، ليس هو هذا المعنى. أما إنه ليس دعوة إلى ترك الدعاء، فلأن ابن عطاء الله يذكرك بالدعاء وأهميته، يعني في حكم كثيرة الشيخ ابن عطاء الله نفسه يذكرك دائما بالدعاء. يعني في حكم متعددة، مش حكمة واحدة، لا، ده في حكم متعددة يبين لك أهمية الدعاء، لأن الدعاء ده عمل بما قال الله ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا يحذرك منه أو يغريك بتركه، وإنما يوجهك إلى أفضل ما ينبغي أن تطلبه من الله، هو يعلمك كيف تدعو وما ينبغي أن تدعو به، ولا خير الطلب أن تطلب منه ما يطلبه هو منك، اللي هو إيه؟ التوفيق والاستقامة على صراط الله المستقيم. يبقى لم يأمرك بإهمال الدعاء، لا، والخير ما تطلبه منه، يعني خير ما تدعو به ما يطلبه هو منك سبحانه وتعالى. إنه يلفت نظرك إلى الدعاء الجامع لسائر الخيرات وجميع المصالح العاجلة والآجلة، ويرى أن من الخير لك إذا سألت الله أن تسأله بأقصر عبارة ما يشمل ذلك كله، زي ما قالت السيدة عائشة يا رسول الله إنك تدعو بدعاء لا نحفظ أكثره، تدعو بدعاء كثير مش قادرين يعني ندعو بما تدعو به. قال لها قولي اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. شوف، دلها على عبارة تجمع كل ما دعا به صلى الله عليه وسلم وكل ما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم. فكلام الشيخ ابن عطاء الله يشبه هذا، خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. وأما إنه ليس دعوة
إلى إهمال شؤون الدنيا والإعراض عن مصالح الإنسان فيها، فلأنه إنما يصرفك عن التوجه إلى الله لطلب تيسيرها وتحقيقها، أي الشؤون الدنيوية، ليدعوك بدلاً عن ذلك إلى التوجه بأداء تعاليمه وتنفيذ أحكامه والعكوف على ذكره. وهو إذ يدعوك إلى ذلك لا يصرفك عن الاشتغال بمصالحك الدنيوية من كدح في سبيل الرزق أو انصراف إلى صناعة أو زراعة أو تجارة أو دراسة للتفرغ للعبادة ومجالس الذكر، أي إنه يخاطب من بذل كل ما يملك من جهد في سبيل مصلحة من مصالحه الدنيوية ولم يقصر في ذلك قط، ثم أقبل إلى الله يدعو أن يحقق له ثمرة سعيه، يخاطبه قائلا: إنك قد بذلت كل ما لديك من طاقة لتحقيق مصلحتك الدنيوية هذه، فاترك الأمر إذن لتدبير الله عز وجل، وتوجه إليه بأداء أوامره وتنفيذ أحكامه، وسأله أن يوفقك للنهوض بها على النحو الذي يرضيه، ولسوف يتولى عنك تدبيرا ما قصرت أو ما قصرت جهودك عن تدبير. يعني المؤمن يبذل قصارى جهده في أمر الدنيا امتثالا لأمره سبحانه وتعالى، لأنه هو القائل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحانه وتعالى. يبقى هنا شوف القرآن يجعلك تراعي شؤون الدنيا وشؤون الآخرة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قبلها لا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني سماع الخطبتين والصلاة، وذروا البيع. الأمر للوجوب، يعني اتركوا البيع والشراء وكل ما يلهي عن أداء هذه الشعيرة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتهيتم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ارجع مكانك تاني، فانتشروا في الأرض مع عدم نسيان المولى، خلي بالك. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هو الرزق الحلال الطيب، مش أي حاجة وبس، هلملم ما ينفعش، لا. وابتغوا من فضل الله، لأنه من فضل الله يبقى هو الرزق الحلال. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. مش كده وبس، يعني أنت راجل فهلوي تعمل اللي أنت عايزه في السوق؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش.
ما دام صليت وأجبت دعوة الله يبقى لابد أن تراعي حدود الله حينما تذهب إلى السوق. مش تقول أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، لا لا، لابد من كما نفذت أوامره في العبادة تنفذ أوامره في المعاملة، هذه بتلك. إن أثمرت العبادة في قلبك، لأن الله يقول اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذهبت إلى السوق ومعك سلعة بها عيب، فإياك إيه؟ أن تكتم هذا العيب، إياك، لأن هذا لا يحل للمسلم أن يبيع شيئا ويعلم أن فيه عيبا إلا بينه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف القرآن يعني بيصلح الدين ويصلح الدنيا. وما انتشر الإسلام في جنوب شرق آسيا إلا بهذه المعاملة، بالصدق، بالصدق ومراعاة الحلال والحرام. ما حدش يتكلم ولا خطب ولا قال كاني ولا ماني إطلاقا، وإنما هم تجار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذهبوا إلى هنالك ونشروا الإسلام بالدعوة إلى الله بالحال لا بالمقال. ولذلك الشيخ الغزالي أبو حامد رضي الله عنه قال: حال رجل في ألف رجل خير من وعظ ألف رجل في رجل. أقوى أقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقوى يعني لا أحد أحسن قولا منه، دعوة قوية قوية جدا. وبهذا انتشر الإسلام وإلى الآن، وإلى الآن أقوى دعوة لنشر الإسلام هي الدعوة إلى الله بالحال. الدعوة إلى الله بالحال. ولذلك أكثر الذين يدخلون الإسلام يدخلون عن طريق القراءة في تاريخ الإسلام، في سير أعلام النبلاء رضي الله عنهم، يقرؤون في سيرهم فيدخلون الإسلام. يؤثر دعوة حية قوية. لكن لو نظر لأحوال المسلمين في البلاد يفر من الإسلام، يفر. وفي مقولة يعني عن واحد مستشرق دخل الإسلام عن طريق يعني سير الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ولما جاء هنا في بلاد الشرق الإسلامي قال: الحمد لله أني يعني لم أركم قبل أن أسلم، ولو رأيتكم ما أسلمت. ليه؟ لأنه ما قرأه شيء والواقع شيء آخر. بس هو دخل عن اقتناع، عن اقتناع، فاقتنع بالإسلام من خلال قراءاته في الكتب
وفي سير أتباع الإسلام، وعرف أن الإسلام ده يعني اخترق هذه البلاد بحال أصحابه لا بأقواله. وهذا ما يدل عليه الحديث القدسي الذي ذكرته وذكرتك به آنفا، هو إيه؟ من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وإليك ما يقوله في التنبيه إلى هذا المعنى الدقيق سيد الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه في كتابه البرهان المؤيد. قال السيد أحمد رضي الله عنه: علامة جهلك اشتغالك بنفسك وأهلك، لا أقول لك دعهم على حافة الإهمال وخذ لك صومعة في الجبال، بل أقول لك تقرب إلى الله بخدمة عيالك وروح نفسك وطب بربك عن الكل. لا أقول لك، بيقول علامة جهلك اشتغالك بنفسك وأهلك، يعني عن أوامر الله تعالى، يشتغل بطلب الرزق لنفسه وأهله عن اشتغاله بإيه؟ بأوامر الله تعالى. بعدين يقول إيه؟ لا أقول لك دعهم على حافة الإهمال وخذ لك صومعة في الجبال، لا طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقود كما في بعض الروايات، بل أقول لك تقرب إلى الله بخدمة عيالك، لأن الإنسان مأمور بإيه؟ بخدمة أولاده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تقرب إلى الله، شوف كلام العارفين، بخدمة عيالك، يعني تربيهم على الإيمان والعمل الصالح وتقيهم نار جهنم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وروح نفسك وطب ربك عن الكل، يعني أسعد نفسك وروحها بإيه؟ بطاعة الله وذكر الله تبارك وتعالى، مع الحذر من أهلك، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. خلي بالك، يعني دايما تخلي جانب المولى هو الأرجح، لأنه أحيانا يكون هلاك الرجل على يد والديه أو أولاده أو امرأته، كما ورد في السنة. ليه؟ كيف يا رسول الله وقد أمرتنا بالتزوج؟ يأتي زمان على الناس يكون هلاك الرجل على يدي والديه، فإن لم يكن فعلى يدي زوجه وأولاده، فإن لم يكن فعلى يد أهله وعشيرته. قالوا: كيف يا رسول الله وقد أمرتنا بالتزوج؟ قال: يعيرونه بضيق المعيشة فيرد موارد الهلكة فيهلك. كل ما يخش الأولاد والزوجة عايزين نجيب كذا ونجيب كذا ونجيب كذا،
زي فلان وعلان، يجي هو ايه يقول لك مفيش حل الا ايه، الواحد يغمض عينيه ويفتح ايده شويه للحرام يعني، ما هو عشان التعيير، التعيير اللي حصل في البيت، كل ما هو داخل طالع يعيره، يقول لك مفيش حل الا ايه ان الواحد يغمض عينيه ويفتح ايديه، يعني ما يسالش عن الايه الحلال والحرام عشان يكتر الايه القرشين الداخلين. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حاصل ولا مش حاصل الان؟ الان قال عليه الزمان ده، اخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. تكلم اي واحد مرتشي او مرابي او غشاش او كذا الا وقال لك، يقول لك الظروف، وكل اللي بتكلم عليه المرأة كماليات، كماليات مش ضروريات، لا كماليات، عايزين نجيب كذا من الأجهزة الترفيهية، هذا اللي حاصل. ولكن المؤمن يقف عند حدود الله لا يتعداها. شوف التحذير القرآني، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ما خلاص، بدل ما يبقى حبيب لك هو عدو. ليه؟ لأنه هيوديك النار، هيوديك، يبقى هو وإبليس أخوان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فخلاص، يبقى الزوجة أو الوالدين أو الأولاد إذا دعوا الإنسان للحرام يبقى أخوات إيه؟ إبليس. فاحذروهم. يبقى أنت عادي كن مع الله. أيوه، كن مع الله وروح نفسك وطب ربك عن الكل، كما قال السيد احمد الرفاعي رضي الله عنه. ثم يقول السيد احمد الرفاعي رضي الله عنه: استقم بالخدمه على قدم الشريعه، واحفظ نيتك من دنس الوساوس. خلي بالك، دايما العارفون يقصدون بالوساوس اللي هو الدنيا، الدنيا، هواجس الدنيا. الوساوس في الناس ده معروف ومكشوف، لكن المشكلة في ايه؟ في مداخل الدنيا للقلب، هي المشكلة. يقول لك ايه، لازم تجمع اموال علشان الاولاد والمستقبل. طب وبعدين افرض انا مش هقدر اجمع يعني، طب ما انا والدي مثلا تركني بدون مال، ايش معنى انا اجمع من الحرام علشان اترك للاولاد؟ دلوقتي لو قلت لاي واحد مثلا بيهجم على الحرام هجوم، يقول لك ايه، طب والعيال دي نتركها كده عال على الناس؟ شوف، لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اذا السلف الذين كانوا قبلنا اتقى لله منا. فلان مات ترك ايه؟ يقول لك ما تركش حاجه، البيت اللي كان ساكن فيه 100 درع، 120 درع مقسموه على بعض. شوف ليه؟ لانه كان الوارد على قدر المنصرف بس، ما نظر إلى حرام. نعم، ما نظر إلى حرام. لكن هنا عصرنا احنا لا، مش عايز. أقول لك إيه، عندي 3 أولاد 4 أولاد، عندي 5 بنات، مش عارف إيه، عايزين نتركهم مستورين، عايزين كل ولد عايز بيت،
كل مش عارف ايه بيت ايه هو فين وما كنا للغيب حافظين. انت تحفظ الغيب؟ لا. يعني كم من ناس تركوا لا شيء لهم واغناهم الله تعالى، وكم من اناس تركوا اغنياء فضاع منهم المال. ضاع منهم المال. شوف القرآن بيقول ايه، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اكثر من مرة حكيت لكم قصة سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، 11 ولد وبنت عنده، وزير ابن هبيرة وهو بيموت في مرض الموت في الفراش قال له أوصي لأولادك حتى لا يكونوا عالة على غيرك، وهم أولاد الخليفة يروحوا فين؟ أوصي لهم من بيت المال يعني. راح جمعهم جميعا وقال له شوف، قال لهم ايه، اما ان تكونوا فقراء ويدخل ابوكم الجنه، واما ان تكونوا اغنياء ويدخل ابوكم النار، اختاروا. قالوا لا، نكون فقراء ويدخل ابونا ايه الجنه. اما اتقياء في بيت تقي رضي الله عنه. قال انظر يا ابن هبيره، يعني جابهم قدام علشان ايه ما يبقاش من وراهم يعني من غير الحاح. ثم قال له يا ابن هبيرة الوزير بتاعه، اولادي احد اثنين، اما صالح والله تعالى قال وهو يتولى الصالحين، واما طالح فانا لا اترك له مالا يستعين به على معصيه الله. الله اكبر. شفت الكلام؟ الله اكبر. دلوقتي الولد أول ما يلاقي الأموال كثرت في إيده وأبوه عنده أملاك تجده عربيدا في المجتمع، السيارات والنساء والشرب والقمار زي ما قال الشاعر، ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. ها؟ سهل. ايه يعني؟ مش مشكلة. أبوه تعب فيها وهو طبعا لقيها كده سهلة. كل حاجة يقول لك ويه يعني؟ ولا دي حاجة مش مشكلة. حاجة بسيطة. ها؟ يبقى ده لو ترك فقير مش كان أحسن؟ ها؟ زي ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز. أهو ترك له مالا فاستعان به على معصية الله. ده أمر واقع في المجتمع، واقع واقع. انظر إلى أولاد الأغنياء وانظر إلى أولاد الفقراء. شوف الأول في الثانوية، الأول في الإعدادية، الأول في الجامعة، المتفوقين أولاد الفقراء، ما تلاقيش واحد من أولاد الأغنياء إلا في منتصف الدرجات في الخمسينيات، الخمسينيات لتحت. ها؟ هذه قسمة الله وهذا حكم الله. نعم. سبحانه وتعالى. الحمد لله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما تنساش القوانين الإلهية دي. دي قوانين إلهية صارمة. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله التي خلت في عباده وخسر هنالك المبتلون. سنة لا تتغير، لا تتغير. ولذلك كان سيدنا عمر بن العزيز يقول إني لأذكر ولدي، يعني الولد كله، إني لأذكر فأطيل في صلاتي، إني لأذكر ولدي فأطيل في صلاتي، يعني أزود العبادة، أزود العبادة عشان الآية دي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا.
شوف الكنز ربنا حفظه للولدين، وكان أبوهما صالحا للغلامين. من أجل الجد، قيل الجد السابع وقيل الحادي عشر. المثل اللي بيقول إيه؟ التقوى تنفع إيه؟ الذرية. فعلا هذا صح. وكل من جمع مالا من حرام ذهب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أمثال في القرآن، لكن إيه؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم يقول الشيخ رفاعي رضي الله عنه: استقم بالخدمة على قدم الشريعة، واحفظ نيتك من دنس الوساوس. يعني ما تخليش الدنيا تسيطر عليك، وأمسك القلب عن الميل إلى الناس. ليه؟ لأن الناس طبعا لا يملكون لك ضرا ونفعا، بل يضرونك. بمجال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حال. يا سلام. وقل خبزا يابسا وماء مالحا من باب الله تعالى، يعني كل من الحلال ولو خبزا يابسا وماء مالحا، هذا معنى من باب الله، يعني مما أحل الله. قال: ولا تأكل لحما طريا وعسلا من باب غير الله، من باب الشيطان. لكن المشكلة الناس عايزين لحم طري وعسل من أي حاجة، من باب الله ومن غير باب الله. دي المشكلة. وده حديث البخاري، حديث البخاري بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. احنا وصلنا للعصر ده، وصلنا للعصر ده. يعني ما يجيش يقول ايه ده ايه او ده ايه، هاتوا بس، هاتوا بس. قال: وتمسك بسبب لمعيشتك بطريق الشرع من كسب حلال، واترك الحيلة بالسبب الاحتيال، يعني إياك والاحتيال. فالحيل ممنوعة عند جمهور العلماء، لأنه أصل الديانة كما قال السيد أحمد بن زروق في القواعد، أصل الديانة الصحبة واللقمة. لذلك السيد أحمد الرفاعي برضو كلام العارفين متفق عليه، لا يناقض بعضه بعض، يركزون تركيزا شديدا على اللقمة الحلال، عشان الحج يبقى مقبول، إن صام يبقى مقبول، إن صلى يبقى مقبول، إن تركوا للأولاد يكون زادا إلى الجنة، إن كان من الأغنياء، إذا كان ربنا رزقه من رزق حلال طيب كثير وتركه للأولاد من حلال انتفعوا به، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا لك. إنما الحرام يفور ثم يغور. قال فالشيخ يقول: تأمل في قوله أولا تمسك بسبب لمعيشتك بطريق الشرع، ثم في قوله ثانيا واترك الحيلة بالسبب، ولاحظ الفرق بينهم. التمسك بسبب مشروع للمعيشة، وترك التحايل على الله في التسبب للمعيشة، لأنه في ناس تحتال، يعني يحتالوا على العيش، بمعنى يستعملوا الحيل فيقع فين؟ في الحرام. الناس الآن
تحدث لها يعني مسائل وأقضية يعني عجيب ما يعرفش يفكر فيها. الله ناس بتسأل أسئلة في المعاملات من أعجب ما يكون. ده كله ده من إيه؟ مش عايز أقول مش من مساوش الشيطان، يعني ده مستوى أعلى من مستوى الشيطان. الشيطان ما يوصلش لهذه الدرجة. طبعا يعني حاجة من أعجب العجب، زي ما قال أبو بكر الخوارزمي. أبو بكر الخوارزمي قال: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي.